أرجع بقى يعني نساعد المشاهد أكتر دلوقتي، يعني أسأل حضرتك كده، إيه الحاجات اللي أنا أقدر يعني أما أدخل مشروع عايز أشتري فيه وعايز أقيمه أبص عليها وأقيمه منها؟ تمام. طيب هو المشروع لو كلمته من وجهة نظري، انا مش بتكلم من وجهة نظري مكتب استشاري. كمكتب استشاري، فهو المشروع مكون من مطور ومكتب استشاري مصمم ومقاول منفذ، لو انا صحيح. بتكلم على الشق الهندسي. فمن مصلحة المشروع ان هو الثلاث اطراف دول يكونوا على نفس القدر. طيب هل ده معناه ان اي مطور جديد مش مناسب ليه ان هو يفتح مشروع؟ لا، بالعكس، مطلوب. ان مهنه التطوير العقاري مهنه مطلوبه جدا في مصر، عدد الكثافه السكانيه بيزيد، فلازم نشجع برضه على المطورين. صح، احنا لما زلنا في احتياج في احتياج للعقارات طبعا يعني. للعقارات، صحيح. فمش عاوزين ننفر الناس من المهنه دي، لا دي مهنه مطلوبه. طيب هل لازم الديفلوبر يبقى عنده الخبرات والمشروعات السابقه؟ لا، ما فيش مشكله خالص في اي ديفلوبر جديد، بس يحاول يستعين بخبرات تقدر تسنده في مشروعه. خبرات دي سواء استشاري او مقاول. ده ببساطه كده لو بصيت لها من منظور انا حد شغال في المجال. طب بس برضو ما فهمتش حضرتك، يعني انا النهارده عميل ورايحه ادخل مشروع عقاري عايزه اشتري فيه، يعني كومباوند موجود وانا عايزه امتلك فيه وحده، اقيمه ازاي بالعين بتاعت حضرتك كاستشاري؟ يعني اقيمه ازاي؟ ايه الحاجات اللي الاقيها موجوده فاحس ان المشروع ده حلو؟ لا ناقصه مثلا حاجه حضرتك؟ ما انا زي ما قلت لك كده، ان المشروع انا اول حاجه ببص عليها الثلاث اطراف. حلو. ده مش معناه ان الثلاث اطراف، يعني انا ببص على المطور والاستشاري والمنفذ المقاول، دي على حته، على الجزئيه بتاعه القطاع الهندسي، او انا ببص على تكنيكال المشروع هيتعمل بشكل محترم. طيب الناحيه الثانيه، في قرار طالع من يومين اللي هو قرار تنظيم السوق العقاري. صحيح. قرار دوت هو في صالح المشتري من الدرجه الاولى، هو ضمانه للدوله. الرئيس السيسي كان طرح الموضوع ده من فتره، ان ما ينفعش يطرح اي مشروع جديد بدون ما يكون في ضمانه ان المشروع ده هيتم. لذلك القرار دوت ده ضامن، لان دلوقتي اي مشروع جديد هيتم لازم يكون المطور بتاعه على الاقل يا اما منفذ 30% من المشروع، يا اما في ضامن لان قيمه ال 30% دي هتكون موجوده في البنك، يا اما ال 30% دي هيعمل لها ايداع في حساب المشروع في البنك. فده على سبيل المثال، فده معناه برضو طمأنه من الدوله لاننا نطمن المستهلكين او اللي هيشتري وحده ان هي تكون بشكل مظبوط. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هم برضو في القرار اللي طلع من يومين ان الصيانه هيخش طرف ثالث محايد يقدر قيمه الصيانه. صحيح. اللي بتتعمل للوحدات، لان وديعه الصيانه دي كانت بتسبب مشاكل، لان الصيانه اسعارها بتزيد وبتقل، فكان على طول في مشاكل ما بين الناس اللي ساكنين في الوحدات وبين المطور، الاسعار بتزيد عليه وهو بيبتدي يزود عليه. فدخلوا ضامن من بره مسجل برخصه من البنك المركزي ان المدقق ده هو ده دوره ان هو يقيم الصيانه الدوريه اللي بتتم، وبيطمن ان الحاجه اوريدي الفلوس اللي مطلوبه دي هي دي المستحقه. طب هل ده فعلا هيلغي اتحاد الشاغلين؟ هو من شأنه ان هو يلغي اتحاد الشاغلين، لان خلاص هو احنا هدفنا ان احنا نطمن على العقار اللي بيتبني ده، لازم اطمن ان هو بيتعمل له صيانه عشان احافظ على العقار ده. فده طبعا بيدي طمأنينة شوية، وأوريدي ما هو اتحاد الشغالين هيديك كل مشاكل. المطور هو اللي هيعمل الصيانة كده. بالظبط. بالظبط كده.